الجميل الرائع الفنان المتكامل، إنه الفنان اللبناني مروان خوري، صاحب الحضور الهادئ والموسيقى المعبرة التي جعلت من اسمه مرافقا لأشهر المسلسلات الدرامية. طبعا هذا الصوت أيضا إضافة إلى ذلك لديه قدرة على تصوير الفكرة وتطويرها موسيقيا لتصبح جزءا أساسيا في العمل الدرامي. الزميل جميل ظاهر التقى في بيروت وكان معه هذا اللقاء. طبعا عم نشوف اسمك عم يتكرر بموضوع المسلسلات، عم ياخد كونه يمكن يعني بتهتم بالدراما لأنه كلامك شعر وبيكروح بهذا الاتجاه. إلى أي مدى حسيت حالك أكثر موجود بالأعمال الفنية اللي هي إلى حد ما فيها دراما؟ يعني ما في شك عندي تجربة طويلة بالأغاني اللي هي بنعتبرها الأغاني التجارية، بس هي دائما كانت تحافظ على مستوى آخر هو غير تجاري، يعني أغاني تكون قريبة للناس، والحمد لله كان لها نجاح لألي أو للمطربين الآخرين. بس تجربة الدراما أنا حبيتها كثير لأنه عندي منحة بحب هالمنحة هيدا، حتى وقت اللي قدمت كل القصايد قصر الشوق وغيرها وغيرها كان فيها المنحة الدرامي ولو كان منه مباشر. لذلك وقت اللي اجت اول فرصه باغنيه العدل العكسي كنت مبسوط بهالمرحله لانه كنت عارف انه انا بدي فوت على شيء مختلف، وما في شك مثل ما قلت انه الشعر هون بيكون له مطرح اكثر لانه انت عم تفوت بعمق القصه بعمق الحاله الوجدانيه احيان، والقصص عم بتكون فيها حالات وصراعات اذا بدك داخليه حلوه، لذلك عم استفيد منها ان كان بلو او هلا بتشيلو او غيره. لذلك هالمرحله انا بعتبرها كتير حلوة بالنسبة لي، الحمد لله كانت ناجحة، الحمد لله أنه ساهمت بنجاح المسلسلات كمان لأنه أولى أنه هيدا الملعب تبعي تقريبا. لو غمضت عيني ومشي لو طلعت فيه ولحكي يا ريتك ما جيت تحرم عيني قدمت فترة اللغة العربية الفصحى وحققت نجاح كبير عند الجمهور اللي هو جمهور الشباب، وهذا الشيء يعني كان ملفت، يعني ما في كتير من الفنانين بيقدروا يقدموا هذا النوع من الموسيقى. ما بتحب تكفي بهذا المجال؟ ما بينقطع ولا يوم. هلأ صحيح ما أنه مكثف، صحيح أنه تجارب إلى حد ما خجولي، بس إذا بدك ما في ألبوم بغيب أنا عنه أغنية أو اثنين بالفصحى، رغم بعتبر أنه أنا قليل بهالموضوع، بس فعليا بدون ما أنا أقصد ما في ألبوم بيقطع. ومن ضمن المسلسلات الرمضانية في مسلسل قابل للكسر بأغنية اسمها الحب ورجائي اللي هي من تأليف وتلحيني وبالفصحى كمان، لذلك التجربة أي تجربة ما بغيب عنا نهائيا، مش بذات الكثافة. بتعرف الزمن تبعنا إلى حد ما وكأنه بعيد عن الشعر، بس لا برجع أتأكد أنه لا الشعر والعمق موجود حتى مع الجيل الجديد. على قلب هواه محكم فاض الجوانه فضلي من يكتم ويحيي أنا بحت لها بسري أشكو لها قلبا بنارها مغرم. تقرأ السكريبت لحتى تكتب قصيدتك أو تقرأ سكريبت؟ بقرأ السينوبسس تبعه اللي هو المختصر، لأنه ما في شك أنا بدي أنطلق من فكرة المسلسل، وبعمل شغلي أكثر من هيك، دايما بطلب أنه الكاتب يصير في حديث يحكيني، وفعلا كل المسلسلات كان في حديث مباشر مع الكاتب عدا القصة اللي هي صفحتين أو ثلاثة اللي بتختزل. دايما كنت أطلب من الكاتب شو بيريد يقول من المسلسل. بيتغيروا هالناس بيتغير شكل الحب لكن عن الأحساس بيضل من بدل الأمان ومشاعر الحنان بلعبة ثواني بنتعبوا مني. سمعنا راغب علامة جرأ يقرب على هيدا المجال وهو أول مرة، قد ايه بتحس إنه هالتجربة ممكن تتكرر مع فنانين آخرين؟ أكيد حتكرر، وأنا بشوفها الكل حيروح بهالاتجاه لأنه عم بيكون في إذا بدك كمية ضوء منيحة على المطارح، وكل الفنانين بحاجة لهالشي، وكمان عم بيكون في جدية بالعمل. يعني الأغنية ما عادت بس رهن إذا بدك أو تحت رحمة السوق، بس أنت بتقدم اللي بتحسه أكتر بهالمطرح،
والناس صارت هي عم تجي لعندك على المسلسل وانت تقدم للي بدك اياه. هي نقطة كتير مهمة، ولذلك رغب علامي او غيره بيطمن اكثر انه يقدم اغنية بمعايير مختلفة، لانه هالمطرح هيدا بيفتح له مجال لهالشيء. من كتر ما تغيرت علي يا صوت مش عارفك لمين. معروف عندك فنان شامل، يعني لما نقول فنان شامل بنكون عم نعنيها مش انه بالطريقة اللي بنسمعها احيانا. ممكن تروح على دراما نفسها؟ ممكن تخلني دراما اذا كانت الدراما بتحمل اطار موسيقي. يعني إذا أنا بكون بالدراما عم أقدم أعمال فنية موسيقية غنائية أكون موجود بالدراما، بس أكيد مش كممثل بس. عم يبدأ العد العكسي من بعد الانتظار، قرر عن نفسي بنفسي بيدي أخذ قرار، اخلق من حزني ويأسي من حبسي الانكسار، كسر حيطاني وشمس